واصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين جولاتها التعريفية للصناعيين في محافظتي الزرقاء والمفرق حول تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء قال خلال اللقاء إن اتفاقية قواعد المنشأ تضمن تنويع عمليات التسويق معا، يتطلب العمل على إيجاد أسواق جديدة. وبموجب اتفاق قواعد المنشأ الجديدة يتم إعفاء الصناعات الأردنية من الرسوم الجمركية مع ضمان تصدير بضائع ذات جودة ومنافسة بالأسعار، بينما يطلب 30% من المكون المحلي للتصنيع شريطة تشغيل 15% من العمالة السورية خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. وأكد الوزير أن الحكومة لديها خطة في السوق الأوروبية تهدف إلى تطوير التجارة والصناعة وازدهارها، مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأي مجموعات تتولى مهام التسويق والدعاية في أوروبا. اليوم كان لنا لقاء مع منطقتين نعتبرهم من أكبر المناطق الصناعية الموجودة على أرض المملكة، منطقة المفرق ومنطقة الزرقاء. شرحنا بشكل وافي لأخواننا الصناعيين حول آلية الاستفادة من هذا القرار ضمن قواعد منشأ باعتقادنا هي من أبسط قواعد المنشأ الموجودة على مستوى العالم. نحن نأمل أن يتم رفع الميزان التجاري بين المملكة الأردنية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أننا عبر 15 سنة لم نستفيد من الاتفاقية التجارة.